أهلا وسهلا. الحين بشرح آخر لسن في الشابتر الأول اللي هو الـ Blood and the Cardiovascular System. يلا نبدأ. طيب أول شيء الحين راح نتعرف على إيش؟ راح نتعرف على اللي هو الـ Pattern of the Blood through the Cardiovascular System. طيب حنا عرفنا الـ Blood والفانكشن حقته والمكونات حقته وكثير أشياء، لكن الحين حنا راح نتعرف على إن كيف الـ Blood يمشي أو يوصل خلال الجسم. طيب يقول هنا the heart pumps blood، إذن القلب يضخ الدم through two circuits، من خلال دائرتين طيب في الجسم، طيب في وقت واحد. طيب اللي هي ايش؟ اللي هي البلمونري سيركت والسيستميك سيركت. طيب البلمونري سيركت اي شيء، يعني هذا خلاص خذوها قاعدة عندكم، اي شيء تشوفون في بدايته بلمونري معناته يخص او related to lungs. طيب اذا اي شيء في بلمونري معناته related to the lungs. طيب اذا to the lungs. طيب فوش يصير بهذه الحركة؟ transports blood، إذا نقل الدم to and from the lungs، إذا إلى الرئتين خلاص، where it picks up تأخذ اللي هي الأكسجين and delivers carbon dioxide for exhalation، إذا تأخذ الأكسجين وتوصل لي اللي هو ثاني أكسيد الكربون لعملية اللي هو الإكسهاليشن أو الزفير. طيب هذا بالنسبة للبلمونري سيركت، إذا بلمونري سيركت معناته للرئة، إذا تنقل الدم إلى اللي هو الرئتين وتأخذ الأكسجين وتوصل الكربون دايكسايد لعملية الإكسليشن أو الزفير. طيب ثاني سيركت اللي هي السيستميك سيركت. طيب السيستميك سيركت من اسمها سيستميك. طيب السيستميك سيركت من اسمها سيستميك، فمعناها إن إيش؟ معناها أن توصل لكل الأجهزة في الجسم، ف to the rest of the body كذا تربطونها، إذن to the rest of the body اللي هي لكل أنحاء الجسم يوصلها الدم، لكن البلمونري سيركت فقط للرئتين. طيب يقول لي هنا transport، إذن نقل اللي هو oxygenated blood. طيب إيش معناته oxygenated blood؟ oxygenated blood معناته اللي هو الدم المؤكسج، يعني الدم اللي يحمل الأكسجين. طيب إذا oxygenated blood اللي هو الدم المؤكسج اللي هو يحمل الدم اللي فيه أكسجين. طيب يقول هنا to virtually all of the tissue، إذا ينقلها لكل الأنسجة الموجودة في الجسم أيا كانت أي أنسجة. طيب of the body and returns relatively deoxygenated blood، وبعدها يسترجع اللي هو deoxygenated، شوفوا دي أكسجينيتد، دي أكسجينيتد معناتها إذا ضفنا دي للأكسجينيتد معناتها الدم غير مؤكسج، العكس. طيب الدم الغير مؤكسج. طيب to the heart to be sent back to the pulmonary circulation. طيب خل أشرح لكم شوي شوي عشان تفهمونها أكثر. أول شيء، أول نقطة، إن systemic circuit هذه والشي هي عبارة عن الدم يروح لكل الأنسجة في الجسم كلها بلا استثناء، تمام؟ فوش بصير؟ راح ننقل اللي هو oxygenated blood اللي هو الدم المؤكسج لكل التيشيو الموجودة في الجسم. حلو؟ حلو. طيب بعدها نرجع اللي هو الدم الغير مؤكسج اللي هو deoxygenated blood. طيب نرجع لوين اللي هو الديكسجينيتد بلود؟ نرجع للقلب. عشان ايش؟ عشان نقدر نرسله للبلمونري سيركليشن، يعني لما يروح للقلب نرجع نرسله للبلمونري سيركليشن عشان تبدا تنقل الدم الى اللنج، تمام؟ اذا هذه الكارديوفاسكولار سيستم وطريقه تدفق الدم داخل الكارديوفاسكولار سيستم. طيب نجي للي بعده، يقول لي هنا the pattern of blood through the cardiovascular system اللي هو التكملة. يقول لي blood passes through heart twice for every one trip around the body. يقول لي ان الدم يمر خلال اللي هو القلب مرتين، twice يعني مرتين. طيب for every one trip لكل رحلة، طيب around the body خلال اللي هو الجسم. طيب المرة الأولى once as اللي هو deoxygenated blood، إذا المرة الأولى راح يمر من خلال إيش؟ عشان يأخذ اللي هو الدم الغير مؤكسج، صح؟ أوكي. through إيش؟ اللي هو right side of the heart. خلاص إذا عندي اللي هو deoxygenated blood راح يكون في right side. طيب
إذا راح يكون في الرايت سايد. إذا المرة الأولى راح يجي وياخذ اللي هو الديكسوجينيتد بلد راح يكون عن طريق اللي هو الرايت سايد أوف ذا هارت، والمرة الثانية بيكون كأكسجينيتد بلد يعني دم مؤكسج من خلال إيش اللي هو الليفت سايد أوف ذا هارت. إذا عندي الأكسجينيتد بلد راح يكون عندي اللي هو في الليفت سايد، إذا راح يكون عندي في الليفت سايد. طيب يقول لي هنا زي هنا عندي الدم المؤكسج والدم الغير مؤكسج. طيب يقول هنا ان الديكسجينيتد بلود باسينج ثرو ذا رايت سايد، اذا مثل ما قلنا ان احنا الديكسجينيتد بلود وين مكانه في الرايت سايد حق الهارت، صح ولا لا؟ اوكي. والاكسجينيتد بلود راح يكون ليفت سايد اوف ذا هارت. طيب يقول لي هنا ان الديكسجينيتد بلود طيب يمر من خلال اللي هو الرايت سايد اوف ذا هارت، ف نيفر ميكسز وذ الاكسجينيتد بلود passing through the left، يعني يقول لي طيب مثلا هذه عندي اللي هي ايش، عندي هذه اللي هي الدم المؤكسج طيب، وهنا عندي اللي هو الدم الغير مؤكسج. طيب ممتاز، اتفقنا كذا الدم المؤكسج والدم الغير مؤكسج مستحيل يصير لهم ميكس. طيب مستحيل يصير لهم ميكس، كل واحد بيروح في جهة، فهذا معنى كلام اللي هنا ان الديكسوجينيتد بلود اللي مر من خلال الرايت سايد the heart never mixes with the oxygenated blood، خلاص اذا ما راح يمر ابدا ويصير له ميكس مع بعض، خلاص. طيب نجي الحين للجزء اللي هو يعتبر ما قبل الاخير واللي هو الكارديك سايكل والفيسز تبع الكارديك سايكل. طبعا هذه الجزئيه شوي تحتاج تركيز ولكنها جدا سهله وحلوه اذا فهمتوها. طيب نبدا بسم الله. يقول لي at rest يعني في حاله الراحه. طيب the heart beats يعني القلب ينبض about 75 times every minute، يعني تقريبا في حالة الراحة وحنا جالسين مو قاعدين نسوي مجهود القلب ينبض 75 مرة في الدقيقة، خلاص. إذا عندي اللي هو ينبض 75 مرة طيب في الدقيقة اللي هي 1 minute. طيب طيب يقول لي هنا during exercise or stress the heart beats more rapidly up to over 200 beats per minute. أما يقولي في حالة الإكسرسايز يعني مثلا إذا جينا نسوي رياضة، أو في حالة الستريسز مثلا إذا كان عند الشخص اختبار، إذا كان يعني في أي حالة ممكن تحط الإنسان في حالة ضغوطات، طبعا أكيد راح تكون الهارت بيت بسرعة أكبر، يعني تقريبا تساوي 200 ضربة في الدقيقة. طيب نجي الحين للكارديك سايكل. دائما نسمع كارديك سايكل ومن بداية الشابتر وانا اقول لكم كارديك سايكل كارديك سايكل، لكن وش معنى كارديك سايكل؟ كارديك سايكل هي البيريد الفترة that begins اللي تبدا مع وشو تبدا في اللي هو الكونتراكشن اوف ذا اتريا، طيب اللي هو انقباض اللي هو الاتريا، طيب and ends with ventricular relaxation. طيب اذا عندي اللي هو الكارديك سايكل هي الفتره البرد ذات بيجنز تبدا بوشو تنقبض تبدا في وشو تبدا في انقباض اللي هو الاتريا، اذا اول شيء عندي اللي هو انقباض الاتريا، بعدها تنتهي في ايش اللي هو الفنتريكولر يصير لها ريلاكسيشن. طيب اذا تبدا في انقباض وتنتهي في ريلاكسيشن. طيب اذا الكونتراكشن للاتريا وعندي اللي هو الفنتريكولر يصير له ريلاكسيشن. طيب عندي عدة أطوار مهمة في الكارديك سايكل اللي هي السيستول وعندي اللي هو الدايستول. طيب السيستول والشي اللي هي البيريد الفترة of contraction، خلاص سيستول يعني ضغط contraction. طيب إذا سيستول اللي هي البيريد of contraction that the heart undergoes while it pumps blood into circulation. طيب هي الفترة اللي يصير للقلب انقباض contractions خلال مرحلة ضخ الدم، طيب لما يكون الدم يخضع لضخ الدم لعملية اللي هي circulation نفس ما قلنا اللي هي systemic circulation أو pulmonary circulation، خلاص. إذا السيستول أول ما تشوفونه اعرفوا أنه يقصد فيه اللي هو contraction، فالقلب بيصير في حالة contraction وعشان يوصل الدم أو يضخ الدم إلى السيركليشن. طيب هذه اللي هي السيستول، لكن الدياستول اللي هي إيش اللي هي البيريد الفترة of relaxation عكس السيستول هي الفترة اللي يكون فيها القلب مرتاح. طيب إذا the period of relaxation that occurs تحصل متى
as the chambers fill with blood. إذا متى يحصل إن القلب يكون في حالة relaxation؟ لما الحجرات اللي هي الأتريا and the ventricles تكون مليئة في الدم. Fill with blood. مليئة بالدم. طيب أقول لي هنا both the atria and ventricles. طيب and your systole and diastole. إذا يقول لي إن both اللي هم two atria and the two ventricles يخضعون لمرحلة اللي هي systole اللي هي contraction. systole اللي هي contraction والdiastole اللي هي relaxation. And it is essential ومهمة وأساسية جدا that these components be carefully regulated and coordinated to ensure blood is pumped efficiently to the body. طيب يقول لي إن هذه المرحلة جدا أساسية عشان أعرف إذا الدم قاعد يمشي في الجسم بشكل منتظم أو قاعد يضخ بشكل مناسب ويوصل الدم لكل أنسجة الجسم أو لا. طيب فهذه جدا مرحلة أساسية ومهمة إن لازم كل أتريا وكل ventricles في القلب يخضعون للمرحلة اللي هو السيستول اللي هو contraction والديستول اللي هي relaxation. تمام. إذا هذه هي cardiac cycle باختصار. طيب نيجي الحين للفيسز and the cardiac cycle. طيب إذا مثل ما قلنا هنا عندي مرحلة اللي هو الدايستول اللي هي الراحة وهنا عندي مرحلة اللي هو السيستول اللي هي الكونتراكشن. طيب نبدأ بالفيسز واحدة واحدة. أول شيء عندي اللي هو الأتريال سيستول and ventricular diastole. طيب قلنا إن الأتريا دائما يصير لها سيستول اللي هي كونتراكشن. دائما يبدأ الكارديك سايكل لما الأتريا يصير لها سيستول أو كونتراكشن. طيب وتنتهي لما الفنتريكل تصير في مرحلة الريلاكسيشن أو الدايستول. طيب نبدأ نقرأ الكلام ونفهمه شوي شوي. طيب يقول هنا at the start يعني في البداية حقة الكارديك سايكل وش بصير؟ atrial systole معناته أن الأتريا راح يصير لها كونتراكشن. طيب the ventricles contain blood. إذا عندي the ventricles في هذه الحالة راح تتكون من اللي هي راح يكون فيها دم about 17 to 18%. يعني راح يكون تقريبا فيها من 70 إلى 80% كلها دم. طيب of their capacity لسعتها and the remaining المتبقي اللي هو تقريبا لما يكون في الventricle من 70 إلى 80% راح يكون باقي عندي 20 إلى 30%. هذه وين بتكون موجودة؟ راح تكون موجودة في الاتريال contraction. طيب إذن occurs upon الاتريال contraction راح نسميها إيش؟ راح نسميها اللي هي الاتريال kick. طيب إذن راح نسميها اللي هي الاتريال kick. خلاص إذن هذه اللي هي البداية. طيب ثاني شيء وش بصير؟ يقولي لما الأتريا يصير لها contract البرشر وش بصير؟ أكيد لما الشيء ينقبض راح الضغط راح يزيد أكثر. خلاص إذا the pressure increase and blood is pumped into the ventricles through إيش؟ through اللي هو the open atrioventricle اللي هو tricuspid and the bicuspid valve. طيب نشرحها شوي شوي. يقولي لما الأتريا يصير لها contract يعني لما تنقبض البرشر راح يزيد. تمام تمام. طيب البلد راح يضخ. طيب الى ايش؟ راح يضخ للفنتريكلز. طيب عن طريق ايش اللي هو احنا مو قلنا ان في القلب في صمامات وعرفنا وش الصمامات. طيب راح وش نقول؟ راح يضخ الى اللي هو الفنتريكلز فتفتح عندي اللي هو الصمام اللي هو ايش؟ اي نوع من الصمامات؟ اللي هو الاتريو فنتريكولر. طيب اللي هو من انواع الترايكاسبيد اند البايكاسبيد ووريتكم اياه وشرحناه بالتفصيل في اللسن السابق. طيب يقول لي هنا في مرحلة الاتريال سيستول اللي هو في مرحلة اللي هو الكونتراكشن تبع الاتريال and superior to ventricular سيستول. طيب and the atrial muscle returns to diastole. طيب يقول لي في هذه المرحلة وش بصير؟ راح يصير عندي اللي هو الventricular systole and الاتريال muscle اللي هي المسلز أو العضلات الموجودة في الاتريا راح ترجع لمرحلة الدايستول. لما يصير عندي بالventricle الventricular systole العضلات الموجودة في الاتريال راح ترجع لمرحلة اللي هو الدايستول. هذه المرحلة الأولى. خلاص إذا نلخص المرحلة الأولى على السريع. يقولي في مرحلة اللي هو الاتريال سيستول أو الاتريال contraction راح يكون عندي دم تقريبا بين 70 إلى 80% من الكابيسيتي حقت اللي هو الventricle. طيب الاتريا عفوا. طيب فالريمينينج وش بيكون عندي؟ الباقي 20 إلى 30%. طيب وين بصير؟ بصير في الاتريال contraction ونسميه ايش؟ انتبهوا نسميه اتريال kick.
طيب يقول هنا when the atria contract لما الاتريا تنقبل البرشر راح يزيد فيضخ الدم للventricles بعدها يفتح عندي الصمام. طيب اي صمام اللي هو الاتريو فينتريكولار اللي من انواعه تريكاسبيد اند البايكاسبيد. طيب يقول هنا ان الاتريا سيستول ends prior to ventricular سيستول بعدها الاتريا المصاص ايش بيصير لها راح ترجع للديستول ولكن بعد ما يصير الventricular يدخل في مرحلات اللي هو السيستول. طيب نيجي الحين للventricular system اللي هي حنا انتهينا قلنا ان اخر شيء في هذه المرحلة الventricular راح يصير له system والعضلات حقت الاتريا راح ترجع diastole. طيب نيجي الحين نكملها وش يصير لو كان الventricular system. طيب يقول لي the muscles in the ventricles العضلات الموجودة في الventricles راح يصير لها contract راح تنقبض. طيب وراح يزيد عندي اللي هو pressure اكيد اي شيء يصير فيه contract او construction راح يزيد الضغط. طيب within the ventricles طيب راح يزيد الضغط داخل اللي هو الventricles. طيب فالblood starts to flow راح يبدأ اللي هو الدم يتدفق upwards towards the atria راح يتدفق إلى الأعلى وفي اتجاه الأتريا مو حنا نعرف إن الأتريا اتجاهها أو مكانها فوق فراح الدم يتدفق من راح يتدفق إلى الأعلى باتجاه اللي هو الأتريا. فوش بصير إذا يعني راح للأعلى راح ينتهي شغل الحين اللي هو الاتريوفنتركلار فالفز اللي هي تريكاسبيد أند الميترال فالفز فوش بتسوي راح تسكر closing the tricuspid and the mitral valves. طيب ممتاز. طيب يقول لي هنا the pressure within the ventricle إذن الضغط داخل the ventricles becomes greater than the pressure in the pulmonary trunk. طيب إذن دائما أقول لكم إن الضغط داخل the ventricle راح يكون أكبر شيء. ليش؟ لأنه يضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم. فال pressure within the ventricle becomes greater than the pressure in the pulmonary trunk and the aorta. طيب which cause the pulmonary and aortic similar valves to open. طيب فالحين دام انتهى اللي هو دور التريكاسبيد والمترال فالفز صار لها كلوز وش بيبدا دور اللي هو ان البلمونري اند السيمولار فالفز تو اوبن راح تفتح. طيب اند ذا بلود از بامبد اوت اوف ذا هارت والدم راح يضخ خارج اللي هو الهارت عشان يروح للأنسجة اللي داخل الجسم. تمام هذه اللي هي في مرحلة الventricular system ممتاز. أوكي طيب نجي الحين للventricular diastole. طيب الventricular diastole مرحلة جدا جدا مهمة وهي المرحلة الأخيرة اللي هي إيش يقولي as the ventricular muscle relaxes إذا لما ترتاح اللي هي الventricular muscles وش بصير pressure within the ventricles begins to fall راح يبدأ إنه ينزل. طيب لأن خلاص الventricular صار لمرحلة relax فأكيد يوم ارتاح الضغط راح ينزل. طيب إذا عندي اللي هو initially the pressure within the ventricles اللي هو الضغط داخل الventricles drops below pressure راح ينخفض يكون يعني ينخفض أكثر من إيش اللي هو البوث اللي هو البولمينري ترانك and the aorta راح يكون الضغط أقل من اللي هو البولمينري ترانك and the aorta هذا بالventricular diastole. لكن في مرحلة الventricular systole اللي هي هذه راح يكون الضغط أعلى من البولمينري ترانك and the aorta لكن هنا راح يكون أقل. طيب يقول هنا and the blood starts والدم يبدأ في to flow back إنه يرجع. طيب هنا بينتهي دور اللي هو السيمولار فالفز فوش بصير لها راح تسكر إذا ده سيمولار فالفز close ليش to prevent back flow into the heart تسكر عشان تمنع إن الدم يرجع للقلب. طيب later يعني بعدين the pressure within the ventricles drops مثل ما قلنا ينزل أو ينخفض even further than the pressure in the atria. طيب causing the tricuspid and mitral valves to open. بعدها الحين بنرجع نفتح اللي هو tricuspid and mitral valves. خلاص إذا انتهى شغل اللي هو السيمولار فالفز وسكرت راح نبدأ نرجع نشغل اللي هو tricuspid and mitral valves. بعدها وش يقولي إن the blood flows الدم يتدفق passively from the atria إذا يتدفق إلى اللي هو من الأتريا into the ventricles إذا راح يتدفق من الأتريا من فوق إلى تحت اللي هو the ventricles. طيب and the ventricles reach 17 to 18 filling بعدها وش بيصير the ventricles راح ترجع تكون مليانة من 70 إلى 80%. طيب يقول لي هنا ان all chambers اذا كل الحجرات الموجوده في القلب are in diastole راح تصير في هذه المرحله الاخيره راح تكون كلها في مرحله diastole او الريلاكسيشن. طيب
The atrial ventricular valves are open. إذا راح تفتح أو تكون مفتوحة. And the similar valves remain closed. وتبقى ال similar valves مسكرة. طيب. ففي هذه الحالة the cardiac cycle is completed. يعني معناتها إنها حنا انتهينا من دورة كاملة. طيب. نجي للبارت الأخير والسلايد الأخيرة اللي هو الهارت ساوند. طيب الهارت ساوند عندي نوعين من الهارت ساوند. طيب بالنسبة لي النورمال and الهيلثي هارت. طيب إذا يقولي هنا in a normal or healthy heart there are only two audible heart sound, يعني صوتين نقدر نسمعهم في السماعة الطبية اللي هم S1 and S2. طيب يقولي هنا S1 is the sound, هو صوت created by إيش, من وين حنا نسمع هذا الصوت؟ عن طريق إيش اللي هو يتم تصنيعه عن طريق اللي هو closing of the atrioventricular valves. يعني لما تسكر عندي اللي هو atrioventricular valves during اللي هو ventricular contraction راح يطلع عندي هذا الصوت and it is normally described as a lump. طيب إذن الصوت الأول نقول له أو نسميه اللي هو كلب. طيب اللي هو عبارة عن إيش, closing of the atrioventricular valves during إيش اللي هو ventricular contraction. طيب وهو يعتبر ال first heart sound, يعني لما نيجي نحط السماعة ونسمع على صدر المريض أول صوت راح نسمعه هو إيش, هو الصوت الأول اللي هو اللب. طيب يقول لي the second heart sound, إذا the second heart sound اللي هو S2 is the sound of إيش اللي هو closing of إيش الفالف الثاني اللي هو similar valves during إيش اللي هو ventricular diastole. هنا عكس هنا ventricular contraction هذا الصوت الأول, الصوت الثاني ventricular diastole and described as a dub. طيب إذا الصوت الأول يوصف كلب, الصوت الثاني يوصف كدب. طيب كذا نكون خلصنا الشابتر وإن شاء الله يكون شابتر بسيط وسهل وإن شاء الله نكون فهمتوا معاي كل الأشياء. and thank you for your kind listening. إن شاء الله لو كان عندكم يعني أي سؤال, وإن شاء الله أن أكيد شرحي واضح بإذن الله لكم, إذا كان عندكم أي سؤال أو شيء تقدرون تكتبونه لي وإن شاء الله أني راح أرد عليكم أشرح لكم اللي ما فهمته. بالتوفيق جميعا وإن شاء الله الترم موفق ويسير علينا جميعا.